سلامتها إن شاء الله. ليش مين اللي خبرك باللي صار؟ سليمان سمع بخنقة العمال من الراديو، سألنا ما عرفنا ودرينا باللي صار معكم، لهيك جينا. نيفين كيفا؟ هلأ منيحة. منيح، ما على البشر. سلامتها. الله يسلمكم. إذا بقدر ساعدكم بأي شيء أنا جاهز. يسلم ومانا بحاجة شي منوب. على راحتك. امشي سليمان اطمنا على الخانوم. سهيل، أنا أصلا كنت رايحة على البيت. تعي لأوصلك. بشوفك بالبيت أمي. بخاطركم يا جماعة. ايه، ونحن ما في اي داعي نضل هون، رح نروح انا ومجد. ايه، وبطريقنا كمان رح ناخد ايلين. لا تخافي، مجد رح يوصلنا بسيارته لهنيك، مو مجد؟ بعيوني تيتا. يسلموا امي. شكرا كثير لانكم عذبتوا حالكم واجيتوا، عن جد شكرا. نحن ما عملنا شيء، واقفين. ولو المهم نيفين تكون بخير وما بدنا شيء. جميله، شكرا كثير. الحمد لله على سلامتها. تسلم. نحن كنا جايين مشان ندور على محل بالحاره لكمال، وبعدين تفاجأنا باللي صار هنيك، يعني وقت الخناقة تلبكنا وما عرفنا نتصرف بوقتها. لشو المحل؟ كمان رح يتقاعد هلأ، فقلنا بالتعويض تبعه بنفتح محل صغير، منه بيتسلى بالشغل ومنه منقدر نعيش. بتعرفي راتب التقاعد ما بيكفينا. المهم هلأ لقينا دكان والله يختار لنا الخير. الله يختار لكم الخير إن شاء الله. عليها العافية علي. نحن راح نمشي. يلا ناريمان. إن شاء الله ما على البشر جميلة. تسلم. انتو كمان روحوا، انا بيان هون. وانا كمان. وانا